السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع دايما يكون بخير. طبعا كلنا عندنا التقويم في التليفون. التقويم دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن النتيجة. النهاردة اتنين، نتيجة. النتيجة دي بتعرفنا اليوم والشهر والسنة، كويس. طب أنا عايزة أعرف التقويم السنة الهجرية، أجيبه منين وفعله إزاي على التقويم الميلادي؟ طب حضراتكم حققوا معايا في الأرقام اللي موجودة علشان لما أفعلها تبقوا واخدين بالكم كويس. رقم واحد مفيش أي حاجة تحتيه، رقم اتنين مفيش أي رقم تحتيه، ولا أي رقم من الموجود في أي رقم موجود تحتيه. هنسمي بقى بالله وهنفعل التقويم الهجري. هندوس على التلات شرط اللي موجودين دول، التلات نقط، وهنختار كلمة الإعدادات. في عندي تقويمات أخرى هدوس عليها اللي هي أول واحدة، وهختار من كل التقويم اللي ظاهر قدامي، لأني مكتوب تقويم الصين وتقويم لبناني وتقويم فرنسي. فالمهم بقى علشان ما اطولش عليكم، هختار التقويم الهجري وهدوس عليه. كده اتفعل معايا. على فكرة دي بفعل التقويم الهجري على عدة التليفون هونر، عدة تليفون هونر، فأنا لسه ما جربتش في أي عدة تانية. فدلوقتي أنا كده فعلتها الحمد لله، فهنخرج بقى كده ونشوف. هنلاقي رقم واحد مكتوب تحتيه 26، كويس. رقم اتنين مكتوب 27، رقم تلاتة 28. معنى كده ان النهاردة 27 صفر. طيب اللي هيأكد لنا الكلام ده ايه؟ اللي هيأكد لنا الكلام دوت لو بصينا من تحت كده هنلاقي 27 صفر. احنا في شهر 27 صفر عام 1446، تمام. وبالنسبة لمولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، مولد النبي جاي بعد 13 يوم 12 ربيع أول عام 1446، المولد النبوي الشريف. كل عام وحضراتكم جميعا بخير، وربنا يجعله مولد النبي سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب العالمين. وأتمنى يكون شرح سهل وبسيط، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.